الابتكار أساس التنمية ومن أركان مواجهة التحديات في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة. من هذا المنطلق تأهلت 5 مشاريع ابتكارية من محافظة شمال وجنوب الشرقية لمنافسات جائزة الغرفة للابتكار لعام 2017، وذلك في بادرة تسعى إلى تحفيز الشباب العماني لتبني أفكار ابتكارية بالمجالات العلمية والتقنية وتحويلها إلى خدمات في الأسواق المحلية. الجائزة هي عبارة عن ابتكار، جائزة للابتكار خاصة موجهة لجميع فئات المجتمع، بمعنى من 15 عام يحق لكل مشارك أن يشارك بفكرة معينة. استقطبت الجائزة الباحثين ورواد الأعمال الحرة والباحثين عن عمل من المواطنين والمقيمين، وتناولت عدة مجالات للتنافس بين المشاركين في الطاقة والصحة والأمن الغذائي والبيئة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة، وذلك بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية. الفكرة جاءت من يعني معرفة مشكلتين، اللي هي مشكلة الأكياس البلاستيكية والأضرار اللي تسببها البيئة، ومشكلة حرق بقايا النخيل. طبعا تعرف أن النخيل يعني عندنا تقريبا 8000 طن تقريبا من مخلفات النخيل، هذا عدد تقريبي، فنحن إذا استغلينا هذا المصدر نقدر نحصل اللي هي نكتفي بالأكياس الورقية اللي نقدر نصنعها في البلد. مشروعنا بعنوان الطيران العماني الحديث، طبعا هذا المشروع يعد الأول في دول العالم، حيث ان احنا دمجنا الأصالة مع التراث في المشروع، واحنا نوصل فكرة التراث العماني بأساليب مبتكرة في الطيران، فالكل يستغرب كيف يعني طيران وتراث، انت ايش سويت بالضبط؟ احنا لعبنا في فكرة الديكور، في الأكلات، في الأطباق، في لبس المضيفين، دخلنا أسلوب التراث في المعاصرة، فبهذه الطريقة احنا نوصل الاسم العماني بطريقة جدا مميزة، ونفس الوقت احنا حافظنا على الهوية العمانية. هيئة السلطنة بيئات الإبداع والابتكار إيمانا بأنها وسائل التقدم والرفعة في كافة المجالات في ظل عالم متغير لا يقبل أن يكون مستنسخا لتجارب الآخرين، بل ساعيا للإجادة والابتكار في مختلف المجالات. يوسف بن علي البلوشي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.